بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ محاضرة جديدة من محاضرات الـ IP Addressing والـ Subnetting. اليوم راح نعطي مثال بطريقة أخرى. المطلوب من عندك أن تعطي IP Address لكل هذه الحاسبات اللي موجودة، لكن قبلها لازم تعرف أنت كيف راح تسوي الـ Subnetting مالتك بعد ما يكون المعطى إليك هو فقط IP واحد، مثلاً 192.168 على سبيل المثال 5.0، والسبنت ماسك مالتي ديفولت اللي هو 24. فانت لازم تجي من هذا الاي بي وحسب هاي الصورة تعرف ايش قد عدد السبنت مالتك على اساسه تبدي تقرر. احنا بالمحاضرة السابقة شرحنا كيف نلقي الكوليجن والبرودكاست دومين، وقلنا من المحاضرة السابقة انه البرودكاست دومين يساوي number of subnet، يعني number of broadcast domain يساوي number of subnets. بمعنى هسه نجي نحسب من هذه الصورة عدد البرودكاست دومين مالتي حتى اطلع عدد السبنت وعلى اساسه اسوي السبنتينج. نعم، فنجي هسه نحسب عدد البرودكاست دومين. شرحنا طبعا ما هو البرودكاست دومين. احنا هسه نجي نحسب الراوترات والانترفيس مالتها. راح نقول هذه عبارة عن هذا دومين، هذا دومين اخر، هذا دومين اخر، وهذا ايضا دومين اللي اقصد به البرودكاست دومين اخر. اذا حسب هذه الصورة او حسب هذه النيتورك انا عندي 4 برودكاست دومين، اذا number of subnet يساوي 4 subnet. تمام. اذا ارجع على الطريقة اللي احنا ماخذيها سابقا كيف نسوي السبنيتينج بعد ما عرفنا number of subnet يساوي 4. اذا كم لازم يكون عدد البتات المستعارة حتى يحقق لي 4 subnet؟ الاربعة subnet ببساطة جدا اني راح يكون عندي، نرجع على السبنيت ماسك مالتنا والاي بي ادريس، اني كان عندي 192.168.5.0. السبنيت ماسك مالتي الديفولت هو 200.255.255.255.0. طبعا هذا كلاس سي. اذا اللي راح اسوي انه اني لازم اجي استعير بتين حتى يحقق لي 4 سبنت. تمام. اذا راح يكون عندي السبنت ماسك، اجي هسه راح اكبر هذا الجزء اللي راح يصير بيه الاستعاره لان اني بالكلاس سي. اذا راح يكون عندي شقد؟ واحد استعارت بتين والبقية صفارة، 1 2 3 4 5 6. زين، هسه نجي على المعادلات مالتنا. 2 أس عدد البتات المستعارة يساوي number of subnet. تمام. زين، 2 أس عدد الصفارة ناقصا 2 يساوي هذه 64، 62 host لكل subnet. تمام. هذه طبعا كلها إعادة لمحاضرات سابقة ما أخذيها بالتفصيل. هذه إذن صار عندي 4 سبنيت. تمام. وهنا صار عندي لكل سبنيت هو 62 هوست لكل سبنيت. من نجي نرسم الجدول مالتنا راح يكون بهالطريقة. تمام. نعم، راح نكتب فقط الجزء اللي دا يصير بي التغيير. تمام. هذا نعم، هسه هذا subnet 1 subnet 2 subnet 3 وsubnet 4. إذن حسب الاي بي مالتي طبعا انا راح اكتب اول واحد حتى تكون بالصورة، 8 5 هذه 0
دوت واحد وهكذا إلى أن أوصل إلى أشقال أنا عندي number of host per subnet اللي هو 62 تمام. طبعا أقدر ببساطة جدا أيضا أطلع البلوك سايز يساوي 256 على 4 اللي هو number of subnet ويساوي 64. إذن هذا راح يكون دوت 63 اللي هو البرودكاست أدريس، هذه راح يكون دوت 64 هذه راح يكون دوت 127 دوت 128 دوت 191 دوت 192 دوت 255. أنا فقط كتبت النيتورك أدريس والبرودكاست أدريس والبقية وما بينهما هذه معروفة، هي عبارة عن valid host addresses. إذن راح نضي مثلا هذا على سبيل المثال، هذا كان هو subnet 1 راح نضي الIPات إله، وهذا subnet 2 وهذه subnet 3 وهذه subnet 4. إذن شكو IP هنا موجود هنا مثلا بالsubnet 1 أنا هنا عندي 1 الوراء 2 3 4 إلى آخره، فنقدر ببساطة نقول الIP اللي راح نضي لهذا ال كمبيوتر راح يكون 192 168 5 1 والسبنت ماسك مالتي راح يكون 26. ليش 26؟ لان انا هنا عندي هذه عبارة عن 24 تمام، هذه عبارة عن 24 وهذه 2، اذا المجموع راح يكون السايدر مالتي 6 20، وهذا ينطبق على كل الاي بيات الاخرى اللي راح تمنح على او تمنح الى الكمبيوترات والنودات اللي تحتاج الى اي بي ادريس.